طبعا القمة الثلاثية اللي كانت موجودة النهاردة في الخرطوم ما بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس السوداني البشير هي محور اهتمام الصفحات الأولى للجرائد المصرية كلها، وإن كان كمان بعض الصحف العربية وبعض الصحف الأجنبية. الأهرام اختارت إن هي تبدأ بعنوان توقيع اتفاق المبادئ حول سد النهضة. السيسي بيقول اخترنا التعاون ولابد من استكمال المسار باتفاقيات تفصيلية. دي سليم بيقول ملتزمون بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان والنيل أساس التنمية. البشير بيقول نأمل في التوصل إلى اتفاق شامل يحقق تطلعات الجميع. الأخبار كانت أعلى شوية في تفاؤلها أو في تضخيم الأمر، فقالت إعلان مبادئ تاريخي عند ملتقى النيلين. السيسي والبشير وديساليني وقعون وثيقة سد النهضة بالخرطوم. نفس الكلام جايبة نفس الكود تقريبا أو نفس الجملة من كلام الرئيس، بيقول فيها اخترنا الثقة والتنمية بدلا من الشك والمواجهة. البشير بيقول بدون التعاون نفقد الفرص في حياة كريمة. ديساليم بيقول ملتزمون بعدم الإضرار بمصر والسودان. الوطن هي كمان كانت على نفس نبرة الأخبار، بتقول عاش سد النهضة ماتت المعركة، وبتقول إن السيسي بعد توقيع وثيقة المبادئ قال اخترنا التعاون بدلا من الاختلاف والأذى. ودي سالين السد لن يضركم، وجايب آراء لمؤيدين ومعارضين. المؤيدين بيقولوا إن الوثيقة تحترم الاتفاقيات التاريخية، والمعارضين بيقولوا للوطن إن هذه الوثيقة تخدم أثيوبيا، بينما جايب بيان للبنك الدولي اللي بيرحب به هذه الوثيقة ويحذر من العرب من أزمة في المياه في 2050 في حالة عدم التعاون. بينما اليوم السابع برضو انضمت لي الأخبار والوطن وطلعت بمنشط بيقول مصر والسودان وإثيوبيا توقع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، وإنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حل هذه الأزمة العالقة منذ فترة طويلة جدا، وإنه وقع على اتفاقية تضمن حق مصر المائي. ورئيس الوزراء الأثيوبي بيقول لن نضر الشعب المصري، بينما البشير بيقول اتفاق مبدئي سد الاتفاق المبدئي بتاع سد النهضة خطوة مهمة على طريق التعاون ما بين الدول. بينما التحرير اختارت المنطقة الوسطى اللي هي منطقة الرئيس بعنوان بيقول الرئيس يوقع والشعب يسأل عن التفاصيل. السيسي وديسالين والبشير يوقعون وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، والغموض يتواصل حول البنود. بيان الخارجية يؤكد احترام إثيوبيا لالتزامها بنتائج الدراسات سد النهضة، والرئيس بيقول يمكننا توقيع اتفاقات كثيرة لكن الإرادة تكون قوية والنوايا تكون طيبة. ده مجمل اللي نشرته الجرائد النهاردة في صفحاتها الأولى. طبعا الاهتمام في الصفحات اللي جوه كمان وعلى المواقع كان باين جدا النهاردة بتوقيع الوثيقة بتاعة سد النهضة. موقع البداية مثلا كشف عن بنود وثيقة السد اللي وقعه النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومع الرئيس السوداني زي ما قلنا، وإن هي ضمت هذه الوثيقة 10 بنود منها مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي والتعهد بعدم إحداث ضرر لأي دولة والاستخدام المنصف والعادل للمياه والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي ومبدأ بناء الثقة وتبادل المعلومات والبيانات وأمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة وأخيرا مبدأ الحل السلمي للنزاعات. أنا عارف إن في ناس عندها بعض الشكوك، وعارف إن في ناس بتقول عاوزين تفاصيل، وعارف إن في ناس أكتر بتقول ادونا الحق إن إحنا نناقش إيه اللي بيحصل وتأثير ده إيه على المستقبل. كل ده جميل جدا، لكن حط في حسبانك دايما، حط في حسبانك دايما السد ده وإحنا عارفين كلنا كان هتبني. ليه؟ لأنه إحنا بقالنا 30 سنة كان في راجل بيحكم البلد دي ضايع أفريقيا منك، خلى دول تانية تخش تلعب بعد ما هو انسحب. راجل اسمه حسني مبارك كان بيتعامل باحتقار شديد جدا مع الناس الموجودين في المنطقة الأفريقية، فاحنا دلوقتي بنحاول نستعيد هذا الأمر. ولما اتكلم عن الميراث بتاع 30 سنة اللي فاتت اوعى تفهمني غلط أرجوك، أنا بكلمك بأمانة شديدة جدا، الراجل أهان أفريقيا، أهمل أفريقيا. فبناء عليه أول ما الراجل وقع وشعر الجميع بأن هذه الدولة كانت مخوخة وتعاني من الشيخوخة وغير قادرة على السيطرة، على طول كل واحد بدأ يعمل اللي هو عاوزه، والدول اللي كانت بتلعب في هذه المنطقة زي الصين وزي إيران وزي إسرائيل وزي تركيا بدأت تلعب هي كمان. فكان طبيعي جدا إن أثيوبيا تدخل تبني للسد. وخلينا نكون واقعيين في هذا العصر اللي ما بيعرفش معنى بقى هذه الحروب، وأنت مش عاوز تدخل حرب ولا أنا عاوز أدخل حرب، أوعى تتخيل برضه إن أنا بمهد بأي حاجة، أنا بقول لك واقع. الواقع إن السد خلاص اتبنى من سنتين، ولو الاخوان كلموك قول لهم السد ده بدا يتبني في عهد الراجل بتاعكم، والراجل بتاعكم لما حاول يحل المشكله عمل كارثه سودة نيلها اكتر واكتر
وباعد المسافات ما بيننا وبين اديس ابابا. فالنهارده ده بيتبني، فلما يتبني واحنا اصحاب وبيننا تفاهم احسن ما يتبني واحنا متخاصمين مش عارفين نتصرف، بغض النظر بقى عن كل التفاصيل. جريده البوابه حبت تعمل توازن ما بين الاراء المؤيده والمعارضه، فجابت اراء للخبراء في هذه حول هذه الوثيقه. جابت راي الاستاذ او الدكتور عبد العاطي الشافعي امين عام جمعيه الصداقه ما بين مصر ودول حوض النيل، اللي قال ان هذه الاتفاقيه خطوه جيده في طريق الامان المائي المصري، ان الوثيقه بتاكد حسن النوايا ما بين الدول الثلاثه وبترجع الثقه ما بين مصر والسودان واثيوبيا بعد فتره طويله من الخصام والجفاء فيما يتعلق تحقيق المصالح المشتركه. لكن ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق قال ان الوثيقه بتعتبر اعتراف من اثيوبيا بان ليها شركاء في النيل بعدما قضت فتره طويله جدا فاكره ان النيل من حقها لوحدها، وان الاتفاقيه بتاكد ان احنا ماشيين في الطريق الصح تجاه حفظ الامن المائي المصري بالتفاهم والتفاوض. لكن على النقيض منهم كانت الدكتوره امان الطويل مدير وحده الدراسات الافريقيه بمركز الاهرام بتقول للبوابه ان المبادئ لم تحتوي على اقرار يوضح الحصه الكامله الحصه المائيه لمصر، وان هي كمان شايفه ان هذه الوثيقه على قدر ما لم تتضمن على هذه الارقام تطمئن مصر من هواجسها المتعلقه بالمساس بحصتها المائيه، لم تفعل ذلك. لكنها شايفه ان الميزه الاهم ان الوثيقه دي بادره حسن نوايا ما بين الاطراف اللي وقعت عليها كلهم بلا استثناء. نيجي بقى لحبيبنا صاحبنا اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح. فخبر تاني، الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي بطل حلقه امبارح بيقول اللي راح بعد حلقه امبارح بساعات تم استدعائه للتحقيق معاه بسبب اللخبطه اللي عملها. هو قال للجرايد انه التحقيق انتهى معاه الى الاتي: تم توجيه له تهم ان هو اجرى حوار تلفزيوني دون ان يحصل على تصريح، وان هو تحدث مع وسائل الاعلام في امور فنيه وتقارير طبيه معقده لا يجب ان يتم مناقشتها بهذا الشكل وبهذه البساطه، وان هو اتهم او اهان اعضاء اللجنه الثلاثيه في قضيه محمد الجندي وقضيه بني مزار وقلل من مستواهم العلمي. عبد الحميد قال في تصريحات نشرتها لمصر اليوم ان كل الحوارات اللي اجراها قبل كده ما كانش بياخد فيها تصريح، وده الارتباك اللي بكلمكم عنه، محدش عارف هذه الاداره بيتم ادارتها ازاي، هذه المصلحه بيتم ادارتها ازاي. وقال انه كان بيطلع يتكلم بشكل طبيعي جدا باعتباره المتحدث الرسمي للطب الشرعي، لكنه قبل ما يخلص كلامه ضرب كرسي في الكلوب وقال معلومه مهمه جدا يا جماعه. قال على فكره بقى انتوا بتحاسبوني على ايه؟ علشان بقول تصريحات متناقضه ولا بطلع اتكلم كده في فنيات ما ينفعش اتكلم فيها؟ ده حاجات هينه جدا قدام الكبيره. ايه هي الكبيره يا دكتور؟ قال لك الكبيره ان كبير الاطباء الشرعيين الحالي معاه دبلوم طب شرعي بس، وده مش مؤهل كفايه. شفت الضرب؟ شفت الضرب؟ ناس بتضرب بعض تحت الحزام وعاوزين نكسبها؟ ابدا مش هتكسبها. ادي المؤسسه اللي متعلق في رقبتها حقوق ناس ماتت ومتعلق في رقبتها حقوق ناس عايشه. اتفرجوا عليها بتدير امورها ازاي. محدش فيها عارف يكلم التاني. فعاوزها تطلع تقرير احنا نثق فيها. يعني المتحدث الرسمي متخانق مع كبير الاطباء الشرعيين. وبعد كده تيجي حضرتك تقول لي التقرير المغلوط بتطلع منين؟ ما هي؟ تطلع من هنا. من الناس اللي بتضرب في بعض عشان مصالح. مش عارف اقول ايه. من بين برضو الاخبار الغريبه اللي بقينا نقراها كل يوم، الخبر ده منشور في جريده الوطن، بس ده خبر كوميدي جدا. يعني انا عاوز اقول لك ان الخبر ده لو بيتعمل فيلم وجي سيناريست قدمه هيترفض من الرقابه، والله العظيم هيترفض من الرقابه، او هيتم التعامل معه على انه كوميدي لا يحدث ابدا. اسمع استمتع واضحك. اتنين امناء شرطه عملوا ايه يا سيدي؟ زي ما تقول جريده الوطن قالت لك ان اتنين امناء شرطه هربوا متهم محكوم عليه بالحبس 3 سنين في قضية سرقة بالإكراه. هربوه منين؟ مش مثلا هو بترحل ولا من الاسم، لا حضرتك هربوه من داخل القفص اللي قدامك. يعني هو كان واقف جوه القفص بتاع احتجاز المتهمين في قاعة محكمة جنح مستأنف السلام وقت الجلسة وهي منعقدة، وفي ظل وجود هيئة المحكمة، وفي ظل وجود ممثل النيابة، هربوه. شفت فجر أكتر من كده؟ لا والله أنا ما شفتش ولا أنت شفت. تحقيقات النيابه بتقول ان في اتنين امناء شرطه، واحد اسمه رفعت وواحد اسمه صبحي. واحد منهم من حرس محكمه القاهره الجديده والتاني من قوه اسم شرطه السلام تاني. الاتنين دول هربوا المتهم من القفص الحديدي جوه قاعه المحكمه وقت ما كانت هيئه المحكمه والنيابه مشغوله بالمرافعه ونظر الجلسه. يعني الناس بتحاكم وترافع قالوا بس 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 تعالى اطلع اطلع
طلعوه، عملوا كده فعلا مش بهرج. قال لك راح عند قفص الاتهام، فتحوا الباب ونادوا على المتهم وخرجوه قبل او في الدقائق الاولى من بدء الجلسه اللي كان جلسه استئناف مقدم فيها المتهم على حكم او علشان محبوس 3 سنين في قضيه سرقه بالاقراه. مين الشهود بقى؟ 5 من المتهمين المحبوسين في القفص لما النيابه سالتهم قالوا لهم ان امناء الشرطه فتحوا الباب بشويش ودخل واحد فيهم ونادى بصوت واطي قال له بس بس تعالى فلان تعالى فلان. هربوا خارج قاعه المحكمه. طبعا نيابه السلام وجهت تهمه تهريب محكوم عليهم محكوم عليه بالحبس من داخل القاعه وحبست الاثنين المتهمين على ذمه التحقيق. كوميديا الموقف. نيابه مركز ابشواي في الفيوم هي كمان امرت بحبس المدرس بتاع التربيه الدينيه اللي التحرير نشرت قصته النهارده واليوم السابع بتكمل في قصته النهارده. المدرس ده عمل ايه يا جماعه؟ هو تم الامر بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. ليه؟ عمل ايه؟ لانه حضرتك جاب تلميذه في الصف الخامس الابتدائي ضربها وقصلها حته من شعرها. ليه؟ علشان مش لابسه الحجاب سيادتك. مدير الاداره بتاعت ابشواي التعليميه قال انه بمجرد ما جالنا البلاغ حقنا في الواقعه وقررنا نقل المدرس للاداره وتحويله للشؤون القانونيه اللي اتخذت الاجراءات اللازمه وتم التحقيق في الواقعه وهو دلوقتي على ذمه التحقيقات ومحبوس 4 ايام. البنت بتقول للتحرير تلميذه الفيوم بتقول للتحرير انا مرتاحه لان المدرس اللي اهني قدام الناس حبسني. دي مش اول مره تحصل. قبل كده حصلت في الاقصر وجت مدرسه برده مجنونه منتقبه وشافت بنت برده مش محجبه حلقت لها شعرها. عاوز بقى تقول لي ايه اللي بيحصل؟ احنا مشغولين بقضايا كتير فرعيه جدا وناسيين ولادنا في المدارس. بيتعلموا ازاي؟ مين بيعلمهم؟ النوعيه دي من المدرسين مش لازم يتنقلوا الاداره، لا. انا رايي ان دول لازم يدفنوا. لازم يمشوا تشوفوا لهم صرفه. يروحوا يشتغلوا مع داعش بعيد مش هنا. الدكتور بقى بتاع في الخبر اللي بعد كده الدكتوره لميس المعداوي وكيله وزاره الصحه بكفر الشيخ قررت ان هي تحيل طبيب في المستشفى العام بكفر الشيخ. حققت معاه. ليه؟ ليه بتحقق مع الطبيب ده؟ احنا بنقرا والله يا جماعه حاجات والله العظيم ما ينفعش حتى نفكر ان هي ممكن تحصل. الطبيب ده يا سيدي رفض معالجه طفل اسمه يوسف جمال الشملي كان مصاب عنده قيء. ابوه خده وراح يعالجه في المستشفى. الطبيب رد عليه قال له خلي السيسي يفتح بطن ابنك ويروي بيها سينا وقناه السويس. جمال الشملي والد الطفل ده راح للمستشفى علشان يسعف نجله لانه جاله حاله قيء. الولد ده عنده 4 سنين، طفل عنده 4 سنين. فشاف طبيب فراح يجري عليه قال له عشان خاطري علي جبني ابني مش عارف كذا كذا. فالطبيب ده قال له الكلمتين اللي انا قلتهم لحضراتكم دول. طبعا حصل فتح تحقيق والتحقيق اثبت الفجاه واثبت الصاعقه الكبيره انه ده حصل فعلا وبيتم التحقيق دلوقتي مع المدرس. الخبر اللي بعد كده برضو ده من الاخبار برضو الغريبه انه جريده الوتر نشرت اول مشاهد من تفجير مجهولين النهارده الصبح لعبوه ناسفه قدام منزل المستشار فتحي بيومي عضو اليسار في المحكمه اللي برأت حبيب العدلي او اللي حكمت بالبراءه على حبيب العدلي ان شئنا استخدام الدقه في المصطلح يعني في منطقه اسيم. المفجرين بقى اللي فجروا العبوه كتبوا على المنزل بتاع القاضي هذه هديه براءه العدلي. الواقعه دي لازم تخلي بالنا لان معنى كده انه كل القضاء اللي بيحكموا في القضايا دي اصبحوا تحت التهديد المباشر للجماعه بتوع جماعة الإخوان أو الجماعة أو الجماعات المتطرفة.